مرحبا فيكم متابعيني، شلون أحوالكم؟ أنا اليوم بدي أخذكم معي مشوار لأعلى قمة باسطنبول وأكبر جامع باسطنبول كمان وبتركيا حتى. المكان هو بسكودار، هلأ رايحين لهونيك، ما بدي صور الطريق كله. هلأ نحن هونيك وصلنا. أول شي نطلع على الحديقة بعدين على الجامع، لأنه الجامع بقلب الحديقة بالطرف الثاني. هون الحديقة، منظر الحديقة أول هيك ما ندخل. هون الطريق بودي للجامع، منظر خلاب، قمة رائعة مبين اسطنبول كلها. في هون مطعم كمان جنب الجامع، كافيتيريا. هذا الجامع شفتوا أصدقائي شقده كبير، تقريبا مساحته 15,000 متر مربع وبسعة 63,000 مصلي. ما شاء الله كتير ضخم، كتير ضخم وفخم. طبعا جنبها حديقة كبيرة انه بتحيط بالجامع، من طرفين حديقة والطرفين الباقيين اطلالة على المدينة. هلأ هاي نحن داخلين لساحة الجامع من جوا، شفتوا إيش قد كبير حتى من جوا، فيه لها 4 أبواب، كل باب بيطل على منظر. على قد ما الجامع كبير، شفتوا الناس شلون مبينوا صغار. هاي هون الحديقة من طرف الجنب. هلا نحن طلعنا على ساحة الجامع، هاي من طرف واحد، هاي اللي بتطلع على المدينة.
طبعا انا قلت لكم في طرفين بتطلوا على المدينه وطرف طرفين بتطلوا على الحديقه. انا تميت امشي 10 دقائق بالساحه، ما شاء الله ما كان يخلص. هون الطرف الثاني بيبين الحديقة بهذا الطرف. والطرف الخلفي كمان بيطلع على حديقة، بس هنيك مسكرين على ما يبدو. هلا طلعنا من الجامع، بدنا نروح لأطول برج بتركيا. إن شاء الله عجبكم منظر الجامع من جوا ومن برا. هون الطرف الثاني، الطرف الأول اللي فرجناكم إياه كان طرف الجامع، هذا الطرف الثاني. هذا تقريبا بدنا نطلع 35 طابق لفوق. نحن هون دخلنا هلا قلب البرج جوا. نحن طلعينا للطابق 35. وهلا وصلنا للطابق 35. بس اول شيء هيك ارتعبت على قد ما وعالي، يعني منظر شوي بخوف من فوق، بس حلو نفس الوقت. كمان شايفين منظر اسطنبول من فوق، البحر كله طالع، حتى هونيك هاي جزيرة الأميرات كمان مبينة كأنه قريبة. شايفين المنظر؟ طبعا الدنيا مغيمة كانت، إنه الصورة ما طلعت واضحة كتير قبل شوي لأنه نزل المطر. جزيرة الأميرات هون قبل شوي قلت لكم زارتهم كمان. شايفين السيارات ايش قد صغار مثل النملة.
وهلا نحن نازلين. خلصنا جولتنا فوق البرج، رايحين احنا هلا على البيت. هلكنا، ما بعرف الصوت عم بيطلع مني ولا ما بيطلع. هيك مو طلعنا على عالي شوي. أصدقائي هلأ وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. إذا حبيتوا يوصلكم كل شيء جديد اضغطوا اشتراك. إلى اللقاء في فيديو جديد ومطرح جديد.